دائما مع افكار المشاريع، دائما مع برنامج انطلاقه والاسئله ديالكم واللي كنحاول نجاوب عليها من خلال الفيديو. فمن بعد الفيديو يعني مؤخرا اللي كنت لحت اللي كانوا فيه ايضا اجوبه على الاسئله ديالكم، جاوني بعض الاسئله، ولهذا هذا يكون هو الموضوع ديال الفيديو ان شاء الله ديال اليوم، اجابه على الفيديو ديالكم والنصائح فيما يخص يعني المشاريع عامه ماشي برنامج انطلاقه. فخليكم معنا الى اخر الفيديو. السلام عليكم، مرحبا بكم معنا من جديد على قناة غالي لوف لوك، قناة اللي كتهتم بالثقافة، كتهتم بأفكار المشاريع، بالنصائح، وكتهتم أيضا بالصيد بالقصابة. قناة متنوعة ما فيهاش غير أفكار المشاريع فقط، وإنما نرى في ما بان لي شي موضوع اللي كيبان لي أنه مهم ونقدر نهضر فيه راني كندير عليه فيديو. فاليوم كما قلت لكم غنديروا التكملة ديال الأجوبة على الأسئلة ديالكم، مادام يعني كان الأسئلة ديالكم حدا مازال كاينة وانا مازال كنجاوب عليها. فاللي مازال عنده شي سؤال مرحبا بكم، خليو لي السؤال يا اما في الفيديو يا اما على الحساب ديال الانستغرام. بطبيعه الحال كنت اول مره كتشاهدوا القناه فما تبخلوش علينا بواحد اللايك، بغينا هذا الفيديو يوصل على الاقل واحد 1000 لايك، كيوصل يلا 100 200 وصلوا ل 1000 لايك على الاقل، وما تبخلوش علينا بالمشاركه في القناه، سبسكرايب والضغط على الزر ديال الجرس دائما توصلوا بالجديد. وتابعوني ايضا على الحساب انستغرام، دخلوا للانستغرام تابونا، تما راه طريقه سهله انك تصيفط ميساج كنقدر نشوفه يعني بسهوله اكثر. فغادي نشوفوا الاسئله ديالكم اللي خليتوا لي في الفيديو السابق ودي نحاول نجاوب عليها. فالسؤال الاول، السلام عليكم اخي، ممكن تجاوبني على التعليق ديالي السي زكريا؟ السي زكريا حنا نجاوبك في هذا الفيديو هذا على التعليق، نشوفوا غير التعليق، نشوفوا غير السؤال شنو هو من وصلوا له. خويا هذا السي الياس، الياس لو جورناليست، خويا عافاك فوقاش غيسالي برنامج انطلاقه، وبالنسبه ليا فتحت شنو هذه، فتحت كارت مقاول ذاتي باش تجيني المتابعة سهلاك. الور سي الياس لو جورناليست، بالنسبة لي فتحت كارت مقاول ذاتي في البنكة، ولكني البنك ما عطانيش الكود والايميل، علما انه ما طلبش مني ايميل باش يدير ليا انسكريبسيون باش نبقى نصرح برقم المعاملات. كيفاش البلان؟ هذه البلان ديالها ساهل، حيت انا كيوقع لي هذا المشكل بزاف مع الاخوان، كيجيو عندي كيكونوا فتحوا الكونت ديالهم في البنكه وما عطاوهمش الايميل بنكه ولا في البريد بنك وما عطاوهمش المود باس، يعني باش كتعمر داك الوثيقه الاولى داك المطبوع راه كتكري ان كونت. فطريقه سهله، غادي تدخل المقاول الذاتي، الكونت المقاول الذاتي www.ae.gov.ma، كتمشي تكونيكتا يعني الكونت ديالك عادي بحال اللي راه عندك، كدير انه جي اوبليي لو مود باس، جي اوبليي لو مود باس، هادي الاولى كيعطيك تدخل الايميل، كدير له جي اوبليي الايميل حيت هو كيعطيها لك مكتوبه. دونك من بعد شنو كيعطيك تدخل؟ كيعطيك تدخل الرقم ديال البطاقه الوطنيه ديالك اللي راني مازال عاقل، كتدخل لي سي او، هاد النمره ديال لي سي او راه عندك، هي الرقم ديال التسجيل في السجل المقاول الذاتي، واحد الرقم طويل ما عرفتش شحال الرقم فيه، هذاك كتسجلو حتى هو، وكتسجل تاريخ الميلاد، كتسجل هادو بثلاثة، هو كي ايدونتيفيهم كيعرف ان الكونت ديالك راك انت هو الشخص المعني بداك الحساب، كيعطيك تعاود دخل مود باس مرة جديدة تبدلو وصافي، وكتدخل لو كونت ديالك. مسألة سهلة. دونك أول حاجة كدير جي اوبليي لو مود باس، باش هو كيعطيك تدخل ان ايميل يصيفط لك المود باس، كدير له مرة ثانية جي اوبليي لو مود ليميل، يعني بحال ما عندكش ليميل، كيعطيك تدخل هاد لي دوني هادو المعلومات اللي قلت لك وكتقاد المسألة. صافي السي الياس المسألة واضحة. ندوزو السي زكريا، ها هو السي زكريا. السلام عليكم اخي، انا دفعت الملف التجاري لوفا بنك على حساب آلة الحفر اوكازيون يعني مستعملة، وطلبوني ب 20% من تكلفة المشروع وانا وافقت، لكن في الاوراق طلبوا لي الدوفي ودراسة المشروع وشهادة العمل وسي في وبطاقة المقاول الذاتي، جاوني هاد الوراق قلال،
ما قالوا لي لا كتب طلب لا والو. المشروع ديال يعني هذا مزيان ديال آلة الحفر، يعني الا كان في ديك المنطقه عليها يعني الطلب، الحفر ديال الابار مزيان. اوكازيون مادام عطيتيهم الدوفي، واخا اوكازيون الا عندك الدوفي مزيان راه يدوزوه، طالبوك ب 20% يعني راهم قدروا المشروع ديالك وشافوا شنو كاين. بقات المساله ديال الطلب، وهو الطلب كيكون الصراحه خصك تكتب الطلب باش كتحدد المبلغ، وهذا ولا يمكن له كيكون شي مرات مدمج مع الدراسه. شوف انت الدراسه شكون اللي صوبها لك، اللي يكون دار لك الطلب تما. الا كان ما دارلكش شنقول لك، كاين جوج الحالات، لا مشينا بحسن النيه فرا داك السيد مول البنكه غادي يكتب لك هو الطلب، لكن هو مكلف بالي بلا ما يعذبك هو غادي يكتب لك الطلب على حسب المعلومات اللي عطيتيه. بغيتي تمشيو بسوء نيه فراه شد منك الوراق هكا باش ما تبقاش مصدعو وصدرك. فانت ليك الاختيار، شوف يا حسن النيه يا سوء نيه، انا ما نقدرش نحكم على شنو كاين. شوفوا سؤال اخر، السي خالد منصور، سلام خويا نسولك واش عطاو الانطلاقه ولا مازال؟ اودي برنامج الانطلاقه راه منطلق بشحال هادي من قبل الكوفيد، ومع الكوفيد شويه قضيه تقالت ولا ماراطون، دابا مور الكوفيد عاوتاني راه غادي لاريفي مازال ما وصلهاش، مي هو راه منطلق غادي غادي تقيل شويه ماشي بجد، ولكن راه غادي حيت بزاف الاخوان كيمشيو لابونك سمعت كيقولوا لهم راه تساله، ما نعلقش عليها بدون تعليق. ما الناس الابناء اصحابنا وخوتنا والاصدقاء ديالنا وكنتعاملوا معاهم، مي كنعرف انه بنادم راه كل بلاصه وشنو كاين. البرنامج راه ما واقفش، البرنامج مازال كاين. ايه غادي تقيل، ما غاديش بنفس الطريقه اللي كان غادي بها في الاول، على ود الظروف اللي هي كاينه، ويعني كيتم التدقيق اكثر في المشاريع باش ماشي جينا نعاونوا الشباب نصدقوا دايرين مشكل بحال المشكل من قبل ديال المقاولات، نصدقوا عطينا الناس الفلوس وكلشي فايت وكلشي حاصل في الخلاص، علاش على ود الوقت ما مناسبش انك دير مشروع. فهنا فين كاين المشكل، خصنا ناخذوا الواجهتين. مساعده الشباب ما كتعنيش شد الفلوس وبقى تلوح وبقى تفرق، لا خصك تشوف هاد الجهه هادي وتشوف هاد الجهه، لا ضرر ولا ضرار. فلهذا المشروع البرنامج تلقى كاين، الناس كياخذوا الفلوس كيدفعوا الملفات ديالهم تعطال كاين، كاين اللي ما ردوش عليه شهرين وثلاث شهور، ايه كاين هادشي كله كاين. سا ديبون كل مدينه وشنو غادي فيها، كاين اللي غاديه مزيان وكاين اللي غاديه ماشي حتى لتماك. سي عبد الله، هذا كان السي مورات هو اللي سولنا على التمويل. سي عبد الله السوسي، سلام خويا انا جمعت الاوراق ودفعت مقاول ذاتي ولا خرجت ليا جمعت سلام خويا الى جمعت الاوراق ودفعت مقاول ذاتي ولا خرجت ليا المقاوله الذاتي نديه للبنك، اشنو بنكه اللي غادي تسلفني 20 مليون او سياره لبيع السلع بالجمله، واش ممكن؟ ممكن شنو ولا هادشي اللي كاين واش ممكن؟ اش من بنكه انا ما نقدرش نحكم صديقي، انا سولني على الابناك اللي هنا في الناظور، ما نحكملكش على ابناك اخرين، لانه مشروع راه انا قلت لكم بحال داك المره المشروع ديال لوكاسيون دو فواتور، كاين في بعض المدن تبلوكا ما بقاش يتعطى، ومدن اخرى يمكن يدوزوا لك المشروع حيت ما دفعوش الناس بزاف. فلهذا ما يمكنناش ناخذ نقولوا بنك كما بغى يكون ونقول هذا البنك راه ما كيعطيش، لا سا ديبون على المدينه، كل مدينه وشنو الحاله ديالها وشنو فين واصله وعدد المشاريع اللي دفعوا عدد المبلغ اللي المبالغ اللي خرجات، ما يمكنليش تحكم. سير انت لابناك اللي بغيتي والسيد اللي هضرتي معاه وارتحيتي معاه وبان لك عطاك الخاطر سير معاه، لان كنا قبل نقولوا سير البنكه هذه ولا البنكه هذه على حسب كيكون لو طو كيختلف، دابا ما كيختلفش لو طو واحد، عندك يا 2% يا 1.75 بحال بحال، سير انت واقترح وشوف، يمكن هذا يقول لك خصك تساهم ب 20%، هذا يقول لك ساهم ب 50%، هذا يقول لك ساهم غير ب 10%، شي واحد يقول لك لا سمح لي هذا الشيء ديالك ما خدامش، دونك ضروري تمشي تجرب تشوف لي زاجونس كاملين. ومساله ديال المقاول ذاتي تشري سياره سلعه، ما نعرفش شنو هي هذه السلعه وشنو درتي في الدراسه ولمن هذه تبيع، واش عارف لمن تبيع؟ عندك شي ناس كتخدم معاهم قبل سبق لك خدمتي في هذه الخدمه؟ كاين بزاف 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 الاسئله، يعني هاد المساله ديما كتعاود كتعطيوني غير فكره وكتقول لي شنو الراي ديالك، راه ما يمكنليش نحكم نهائيا الفكره، ما يمكنليش نحكم. والا قلت لك ما قلت لكم في الفيديو السابق، لاش كاينه دراسه
واخا داك الدراسه ما كتصوبهاش حتى كيصوبها لك واحد اخر، ولكن راه انت كتحمل المسؤوليه ديالها بداك الشيء اللي فيها. هذا شنو قال لك السي كوجادي مصطفى؟ بطاقه مقاولتي فيها كثره الضرائب. كثره الضرائب؟ لا يا اخي، المعلومه ديال عندك غلطه. كثره الضرائب؟ لا، ما كايناش كثره الضرائب، بالعكس راه فيها قله الضرائب، لانه ملي كتخلص هذه ليجير الضريبه على الارباح كتخلص 0.5% ولا 1%، راه ما كاينه حتى شي حاجه. لكن تي بيرسون فيزيك، يعني شخصيه ذاتيه، رجل الكوميرس بسميتك، واللي فيها بزاف ديال الانواع ديال الارنار، ولا يعني فيها بزاف الانواع ديال ليجير طريقه الخلاص ديالهم، كتخلص اكثر من هذا الشيء هذا. واخا اخرى كتخلص على الارباح، وهذه كتحسب على لو شيفر دافير، ولكن واخا هكاك واخرى راه كتخلص اكثر. لياس الا كانت عندك شركه وكتخلص الضريبه على الارباح لياس، عاوتاني راه عندها الحساب ديالها اشكال وعندها المسائل ديالها اشكال. لهذا حنا نورمالمون، يعني عاده الناس ديال يعني اللي هما الناس ديال الدومين لي كونطابل اللي هما شادين الحرفه وعارفين اش كيديروا، كيتسمى سيميلاتور فيسكال. بمعنى كناخذوا واحد رقم المعاملات مع الرقم ديال الارباح اللي هو افتراضي حضرناه في الدراسه، وكندخلوه في واحد الطابلو، كنديروا الا كانت عندي مقاول ذاتي اشحال جينا في الخلاص، الا كانت عندي شخصيه ذاتيه روجير دوت كوميرس اشحال جينا في الخلاص، ولكن داير بحال دابا صار اسوسي اونيك، يعني كنخلص لياس اشحال جينا في الخلاص. من تما كنحكم كنشوف شكون هي الصيغه القانونيه اللي صالحاني، يعني هذه هي الطريقه باش يمكن لك يعني تحكم شكون اللي صالح لك. اما باش تقول يعني فيه الضرائب اكثر، لا، هذه مساله غلطه. توف كتخلص لي جيير ومعفي من لاباتونت 5 سنين، بعد 5 سنين كتبدا تخلص لاباتونت ديالك بحالك بحال الجامعة. سي ابو معتز المغربي، ابو معتز المغربي، واش مقبوله بدل الكراء؟ شنو هي توطين؟ واش معقول مقبوله بدل الوعد بالكراء حقاش توطين دوميسيلياسيون للصباغه والديكور داير ليها صاغل؟ عندي سؤال، عندي شركه. هذا السؤال بالعربيه كتبقى تخرج الهضره مقلوبه. عندي شركه صاغل، السيد اللي باغي يكري ليا كاين في اسبانيا حاصل، وشكرا مسبقا اخي العزيز. الدوميسيلياسيون ماشي مشكل، كتفوت في شركه، ولكن الدوميسيلياسيون عندها القانون ديالها وعندها القواعد ديالها، ما يمكنلكش ديرها الى الابد. ضروري واحد الوقت خصك دير عنوان خاص ديالك، على سورتو انه انت عندك للصباغه والديكور. يعني الدوميسيلياسيون خديتيها واش محل؟ يعني بحال دابا في كازا كاينين شركات كيعطيوك الدوميسيلياسيون واحد البيرو وهذا، وكيتكلفوا يعني كتخلص واحد القدر د الفلوس. كاين بعض لي كونطابل حتى هما كيديروا الدوميسيلياسيون، ولا انت شنو درتي يعني بالضبط؟ ما فهمتش انا الدوميسيلياسيون، شكون اللي صوبها لك؟ واش مقبوله بدل الوعد بالكراء؟ يعني كان حسبوها يعني تقنيا مقبوله، وي، لانه كاينه في القانون انه ملي كدير ستاتيو كيمكن لك دير دوميسيلياسيون، كيمكن لك دير كونطرا ديال الكراء، بجوجهم مقبولين باش كدير لا كرياسيون. دونك مادام مقبولين في لا كرياسيون بيان سور البنك غادي يقبلهم، يمكنلوش يرفضهم نورمالمون، يمكنلوش يرفضهم. هادشي اللي كاين، لان داك السيد اللي دار لك الدوميسيلياسيون هو اللي كيتحمل المسؤوليه، باسكو هو اللي كيكون العنوان ديال المراسله ديالك، يعني الا كان شي مشكل ولا كان شي حاجه. يعني كما قلت كتش داخل في القوانين ديال الدوميسيلياسيون، مي هي مقبوله باش كدير الكرياسيون مقبوله، وبالتالي حتى البنك راه خصو يقبلها، الا ما قبلهاش منك هذه حاجه اخرى. والدوميسيلياسيون راه اكثر من وعد بالكراء، لان الدوميسيلياسيون كتدفع في ستاتيو باش كتصوب ستاتيو، قبل ما تصوب ستاتيو راه كدير دوميسيلياسيون باش كتفاليدي سميتو العنوان اللي كدير في ستاتيو. سي نهال الادريسي، عندي تساؤلات ولكن ما كتبتيناش السي شنو هو التساؤل. السلام عليكم، المده اللي جاوبك البنك على القبول واستلام القرض؟ ما كايناش مده حاليا، كاين اللي 6 شهرين 3 شهور، كاين اللي مقبل كورونا ومازال كيسايل. واخا انا كان قبل كورونا ومازال كيسايل، يعني كنظن راه سميتو الدوسي مرفوض يعني بزاف. انا دفعت في شهر 3 يلاه جاوبوا، هادو شي اخوان جاوبوك، انا دفعت في شهر 3 يلاه جاوبوني، يعني راه تعطلوا بزاف.
ما قلت لكم على حسب كل مدينه شحال الملفات كاينين، يعني صعيب. عندي لك طلب اخي طبعا اذا كان تفضل اذا كان بالامكان. سي ادو انا اريد تقديم ملف مشروع للبنك واود مراجعه تلك الدراسه الجدوى التي قمت انا باعدادها وتعرضت للنصب من احد المحاسبين اذا كان بالامكان وشكرا. يعني نرجع لك انا الدراسه ما كنبغيش ندخل الصراحه في هذه القضيه هذه حيت الاخوان كيطلبوا مني واش تصوب لنا دراسه اللي في الناظور. انا كنقولها ديما في الناظور مرحبا كي راه كيجيو عندنا المكتب الاداره بالمجان، حنا راه كنخدموا كاداره انابي كنخدموهم بالمجان، وبالتالي ما كنبغيش نخلط انا ما هو في الاداره مع ما هو شخصي خارج الاداره. ما كنخدمش انا حاليا هادو، يمكن لي نخدمهم ولا خدمتهم غنخدمهم بالفلوس ماشي بالمجان، وهذا من حقي. هذه مساله عاديه في الاداره كنخدموهم بالمجان، في الناظور يجي عندي مرحبا به بالمجان، خارج الناظور حاليا ما عنديش الوقت باش نزيد نخدم يعني خارج العمل ديالي نتكلف بهذه المساله هذه، وما كنحببهاش. يعني هذه تخدم واحد الدراسه عن بعد، خصني السيد نهضر معاه، خصو يجيب لي الوثائق، يمكن تدفع البنك يقول لك لا بدل لي هذه ما مانيش شخصيا، يمكن وقت اخرين كيديروها. وكنشوف الناس بزاف كيتشكاو من هذه القضيه ديال حيت ولا دابا كلشي كيدير الدراسه في هذه الطلاقه من عليها الطلب، كلشي ولا كيدير الدراسه. وكنشوف شي دراسات نعاود لكم هذه، يعني مؤخرا واحد السيد جا عندي صوب دراسه عند واحد المكتب اللي بغينا نقولوا صوبها ليه ب 5000 درهم، عنده واحد لاكتيفيتي مزيانه بلا ما نقول لكم لاكتيفيتي، مي اكتيفيتي يعني مزيانه عجبتني، شي حاجه جديده مبتكره كيخدمها بيديه، يعني مساله حرفيه بيديه كيخدمها. ولكن شنو المشكل؟ يعني انا ما جبرتش شي باش نعبر على ديك الدراسه، بعدا ما دراسه ما والو، فيها واحد 4 ولا 5 د الوراق مطبوعين هكا، ما محترماش المسائل ديال لا كونطابيليتي، ما كايناش يعني ايتود دو بروجي كوميرسيال وتكنيك وداك الشيء مرون، شي طابلويات وشي تخربيق. ولكن الطامه الكبرى السيد عنده مقاول ذاتي داير ليه انه مخدم 5 د الناس ودير لهم لي سالير ودير لهم داك الشيء كامل، وكما كتعرفوا هذه راه غير ممكنه. والشيفر دافير، الشيفر دافير دار ليه مليار و100 مليون، يعني كان جا عندي واحد السيد قلت ليه داير ليه 100 مليون، قلت ليه انت راه هذا السيد تقبلك السقف، فهذا مليار و100 مليون قلت ليه انت راك ثقفتي الاوزون ماشي على السقف، انت راك فتي الاوزون ليه. مليار و100 مليون مقاول ذاتي ودافع البرنامج انطلاقه، كما كتعرف مقاول ذاتي ما كيفوتش اقصى حد 50 مليون، واصلا برنامج انطلاقه يعني الماكس ديالو 10 المليون ديال الدرهم يعني مليار، فهذا دار له مليار و100 مليون مقاول ذاتي. واخا كان كيبيع هذا السيد ما عرفتش، واخا كيبيع الممنوعات كيبيع ما عرفتش شنو، فلهذا يعني الواحد خصو يحضي مع هاد المسائل هادي وصافي. الاخ عبدو خطا صيفطوا لي تصاور لا بغيتي في انستغرام في تماك نناقش معك، ولكن ما نقدرش يعني نصوب لك، راه ما كنصوبش كي بعض الاخوان كيقولوا واش تصوب، سمحوا لي هاد الساعه راني ما كنصوبش يعني الدراسه، بغى يسول في شي حاجه ما فاهمهاش ما عرفهاش مرحبا، اللي فهمت فيها وقدرت نساعد فيها نعاونكم فيها، واللي ما كنفهمش فيها راه نقول لك هذه المساله خاطئه راني ما كنعرفهاش. فكنظن هذه هي الاسئله اللي كانت في هاد الفيديو هذا. شكرا للتتبع ديالكم، شكرا للدعم ديالكم، كنتمنى تكون هاد الاجابات هذه يعني شافيه، جبرتوا المسائل اللي كتقلبوا عليها. الا كان شي تساؤل جديد خليوه لنا في هذا الفيديو هذا عاوتاني، انا غادي نحاول يومين ثلاث ايام ما نتعطلش عليكم نجاوبكم على التساؤلات ديالكم. فتبارك الله عليكم، شكرا للتتبع، والى فيديو قادم ان شاء الله.